السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي. وابتداء يعني أعتقد أن نقود الشيخ اليوم يشرفنا ونستفيد من عنده شيخنا وأستاذنا الشيخ أبو زهار، وبما أنه تعبان اليوم نعطيه إجازة، تعبان من السفر إن شاء الله. بعد فيكم شيخنا. هذه الليلة أخواني أتحدث عن عمي رسول الله مؤمني آل قريش وهو أبو طالب، هذا الرجل العظيم الذي حمى الرسالة وحمى الإسلام وحمى الرسول الأكرم من خلال مواقفه الحكيمة ومواقفه التي كانت في الحقيقة هي أشبه ما تكون محاولة لكي يقنع قريش بالإسلام من جهة، ومن جهة أخرى هي محاولة الدفاع عن ابن أخيه الذي رباه وعرف فضله وعظم شأنه منذ صغره. ربما من المواقف التي تبين أن هذا الرجل لم يكن كما يشاع عنه أو في بعض كتب المسلمين بأنه مات مشركا، وكما في بعض المرويات أنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بل ما نعتقده وما نؤمن به هو العكس، أنه كان ابتداء قبل أن يبعث رسول الله من الحنيفية، من الذين يؤمنون بالحنيفية أي من الموحدين. فضلاً عن ذلك كانوا يمتنعون عن المنكرات وعن الخبائث من قبيل عبادة الأصنام وشرب الخمر وكل ما يمكن أن يبعدهم عن فضائل الأخلاق. هذا أولاً. ثانياً، هناك موقف لا بد أن يذكر لهذا الرجل العظيم، وهو عندما رأى ابن أخيه مع علي بن أبي طالب مع زوجة الرسول خديجة يصلون في مكة، وكانوا أول ثلاثة يعبدون الله على دين الإسلام. كان الرسول يصلي وخلفه الإمام علي وخلفه تقف وتصلي خديجة. قال لابنه جعفر: يا جعفر صل جناح ابن عمك، بمعنى أنه اذهب وصلي معهم، و أيضا هي كناية عن حماية رسول الله. هذا موقف يشهد له. أيضا هناك موقف آخر عندما افتقده، أي عندما افتقد أبو طالب ابن أخيه الرسول وظن بأن قريش قد قتلته، كان قد دعا بني هاشم وأمرهم كل منهم من شباب أن يحمل سيفا، ثم في اليوم الثاني كل منهم يكون بجانب أحد قادة قريش، وإذا أعطاهم الإشارة فسيقومون بقتل قادة قريش انتقاما لقتل الرسول. وبعد كل هذه الأدلة، وهناك أيضا كثير من الأدلة على ذلك ما نحاول يعني نذكرها كلها باعتبار الوقت ما مخصص لهذه الشخصية، فكلها تدل على إسلام هذا الرجل ومواقفه العظيمة رحمة الله عليه. حديثنا هذه الليلة أخواني عن الصلاة وكيفية الحصول على الخشوع في الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قضية الصلاة أخواني بلا شك أنه من المسائل المهمة في حياتنا. إنسان مؤمن بدون أن يصلي يعني بلا شك يعني لا يمكن أن يسمى مؤمنا، لأن الإسلام هو في الحقيقة عقيدة زائدا نظام الحياة. هذا النظام لا بد وأن يترجم إلى ممارسة عملية. هذه الممارسة واحدة من أشكالها هي الممارسة العبادية من خلال الصلاة. فمؤمن لا يصلي هو غير مؤمن بكل يعني المقاييس. هذا أيضا أخواني ربما في بقية الأديان يشوف أنه المسيحيين هناك من هو ملتزم وغير ملتزم، وإن كانت طريقتهم في دعوة الآخرين إلى المسيحية بشكل أو بآخر أنه مؤمن
بالمسيح ويعني تذهب إلى الجنة وتغفر ذنوبكم وما شابه ذلك. وكل الشعوب اللي عندها إيمان سواء كانت تؤمن بديانة معينة أو حتى بغير ديانة لابد أن تصلي، هذا شكل من أشكال الصلاة. وإذا قريت الصحف البارحة مثلا يعني اطلعت على بعض الأخبار، مثلا اليابانيين في هيروشيما كانوا يبنون ذكرى أفلامهم في يعني الحرب العالمية الثانية عندما ألقيت القنبلة النووية عليهم، وكانوا يصلون لأرواح القتلى بشكل وبآخر. إذا كل الشعوب لابد أن تكون عندها طريقة معينة، خصوصا عندهم إيمان بشكل وبآخر، وهو طريقة الصلاة. هذه طريقة الصلاة تفرق من شعب إلى آخر، من ديانة إلى آخر. في الإسلام الصلاة هذه اللفظة ما استخدمت في القرآن بمعنى الدعاء والبركة والاستغفار والتمجيد. وفي الآية القرآن مثلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته، بمعنى ماذا؟ هل يصلي فعلا هذه الصلاة أم هو الدعاء؟ أم هو زيادة البركة؟ أم هو الاستغفار للمؤمنين؟ كل هذه المعاني اللغوية استخدمت في القرآن. لكن الصلاة كان لها معنى اصطلاحي اللي هي هذه شكل من مفردات العبادة لله سبحانه وتعالى، تتمثل في أنه الإنسان لا بد أن يتوضأ ويغتسل يعني يتطهر، ثم يأتي إلى الصلاة. هناك الأذان وإقامة وتكبيرة إحرام وقيام وركوع وسجود إلى آخره. هذا هو شكل الصلاة. وهناك أوقات محددة حددها القرآن الكريم في ثلاثة أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثلاثة أوقات في القرآن لا غير. أما إذا البعض قد يسألنا زين وين بقية الأوقات؟ أين صلاة العصر؟ أين صلاة العشاء؟ نقول له نعم، ابتداء هناك ثلاثة أوقات حددت في القرآن. أما صلاة العصر فتبدأ من انتهاء صلاة وقت صلاة الظهر، بمجرد أن تصلي صلاة الظهر بإمكانك أن تصلي العصر. فأول وقت من الأذان ومن الظهر 15 دقائق هو مخصص لصلاة الظهر، وهكذا صلاة المغرب. وأيضا عندنا في الفقه آخر وقت قبل الغروب هو مخصص لصلاة العصر، وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى صلاة العشاء مع الفارق يعني من صلاة العشاء إلى يعني قبل الفجر. على كل مثال هذا مو موضوعنا بقدر ما احنا نحاول نوضح انه الصلاة إلها شكلها، إلها قوانينها، إلها أحكامها، هناك مبطلات للصلاة. الخشوع في الصلاة ما هي المشكلة؟ نحن نعرف أهمية الصلاة، من أقامها فقد أقام الدين. ونعرف أن الصلاة هي صلة العبد بربه، كلما صلى الإنسان كلما التقى، وهذا هو الموقف العظيم الذي نتشرف به بلقاء الله سبحانه وتعالى، بالحديث مع الله سبحانه وتعالى في كل وقت نقف فيه ونصلي. الناس من حيث موقفهم من الصلاة إما أن يكون موقف جاد وموقف مسؤول، أو أنه موقف قد لا يكون بمستوى المسؤولية أو بمستوى الجدية المطلوب. الصلاة إخواني هو ليس عمل روتيني. شيخ الصدر يقول ربما من أخطر الأمراض التي تصيب العبادة هو أن تتحول إلى روتين، إلى عمل روتيني يقوم به الإنسان بلا روح. يعني ولربما لا نبالغ إذا قلنا بأن الإنسان إذا صلى بمجرد أنه واجب، أنا أدي واجب لله سبحانه وتعالى، نقول أنه يحصل على أقل الثواب ويفقد عطاءات الصلاة الروحية الاجتماعية الأخلاقية ولربما حتى الصحية، لأن هناك فوائد كثيرة لهذه الصلاة. كذا نقول لماذا أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة؟ أوجبها لعدة أسباب. أولا للتخلص من مرض أو من حالة أو من ظاهرة الهلع. يعني ما معنى الهلع؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون. إذا حالة الهلع موجودة عند الإنسان، في حالة الخير يبخل ويمتنع، وفي حالة
الشدة والبلاء وإذا به يجزع، لا يوجد عنده هذا الصبر وهذه الحالة من التحمل. الصلاة تأتي لكي ترجع هذا الإنسان إلى حالة من الاستقرار، بحيث لا يتأثر بحالة الخير بمعنى اليسر، ولا يتأثر بحالة الشدة والمعاناة والبلاء، كلاهما سواسية. لماذا؟ لأنه ينظر إلى هذا بأنه اختبار من الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى هذا بأنه اختبار من الله سبحانه وتعالى. أحد الأخوة المسفرين في زمن نظام البائد، نظام صدام اللي كان يظلم الناس بالجملة، هذا المسفر المسكين كان تاجر، وصدام كان في محاولته في تسفير بعض الأغنياء والأثرياء إلى خارج العراق بحجة أنهم تبعية إيرانية، يعني نظرة ما عندهم أوراق تثبت أنهم من أصل عراقي أو من تبعية عثمانية، فسفروه وفقد معظم أمواله، ولربما لم يأخذ معهم إلا القليل. بعد سنوات شافوه في إيران جالس في أحد المساجد، سألوه كيف حالك؟ شنو موقفك؟ شنو شعورك؟ قال لهم والله الحمد لله على كل حال. قالوا أنت ما عندك، ما تطلع إلا يا دوب الإيجار ومعيشتك في الشهر. قال الحمد لله أنا الآن ما عندي هم آخر، أنا همي أنه الآن يعني أرضي الله سبحانه وتعالى، وهذه الأموال تروح وتجي، مو فد مشكلة، ولربما أنا أحسن حالا من كثير من الناس. هذا الإنسان لولا إيمانه لربما صار عنده حالة من حالات الكآبة، ومن حالات لربما الهلع، ثم يؤدي به إلى المرض، ثم يؤدي به إلى الأمراض الكثيرة، أمراض القلب وما شبه ذلك، وبعد ذلك ربما يموت بسرعة دون يعني سن نقرانة. ربما حالة أخرى أخواني من حالات بعض الناس، هذا الرجل اللي في زمن عبد الملك بن مروان اللي كان أعمى، فسأل عبد الملك بن مروان فقال له ما الذي جعلك أعمى؟ قال اعفني يا أمير. قال لا، قل لي ما سبب فقدك لي بصرك؟ ذكر له هذه القصة المعروفة، أنهم كانوا يتنقلون من مكان إلى مكان من قبائل يبحثون عن الماء وال يعني العشب والمأكل، فاللي حصل أنه جاء طوفان فأغرق كل أهله وماتوا جميعهم إلا طفل رضيع له لم يبلغ 6 أشهر وجمل، فجاء إلى هذا الجمل كي يعني يأخذه، فإذا الجمل يضربه على وجهه يعني يفقد بصره، جاء إلى طفلة وكان متأخر ويبدو أنه أيضا طفلة قد توفي، سأله كيف تشعر الآن؟ قال الحمد لله على كل حال. إذا هذه واحدة من الأسباب، الصلاة تعيد حالة من التوازن إلى هذا الإنسان من خلال الارتباط بالله سبحانه وتعالى وتقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى. السبب الآخر أخواني، الصلاة هي في الحقيقة عبارة عن مصنع، إذا صح وجاز التعبير، تصنع الإنسان هذه الإرادة القوية التحرر من كل أشكال العبودية للشهوة وللهوى ولكل أصنام الأرض. لماذا؟ لأنك تشعر بارتباطك القوي بالله سبحانه وتعالى، فتنظر إلى كل هذه الأمور بعين صغيرة، تستصغره، تدله، كما هذه المرأة التي واجهت الحجاج قالت له لقد عبدت الله عبادة جعلتك عندي أهون من ذبابه. ونشوف بعضهم أصلاً ما يخاف من هؤلاء الظلمة والطغاة اللي كانت أيديهم مليئة بالدماء. سبب آخر أخواني من أسباب الصلاة، إذا جينا إلى صلاة الجماعة، هي خلق روح الجماعة، التواصل، التواد، المحبة، التعاون، الألفة، التواصل الاجتماعي، بمعنى أنه افتقدك، افتقدني، أحس بوجودك وكأنه أخي إنسان مؤمن في هذا المكان.